صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2021 بتعيين مديرين في مراكز الرعاية الصحية الأولية جاء فيه يعين في مراكز الرعاية الصحية الأولية كل من السيد محمد خليل إبراهيم أحمد مديرا لإدارة العمليات والخدمات السيد يوسف عبد العزيز عبد الغفار العلوي مديرا لاداره الموارد البشريه